قلة كاتب مجلس جماعة سوق القلة أقليم العلاج. أشكر بداية كافة الحضور كل باسمه وصفته، كما أشكركم أيضا على إتاحة هذه الفرصة للشباب من أجل إبداء وطرح اقتراحاتهم وأفكارهم البلة. كما لا أفوت الفرصة لأنوه بدور الشباب التجمع وتشبثه بالتجديد والتغيير من خلال عمله الجاد من داخل الهيئات الموازية. نحن الشباب لا نبخس عمل الحزب من خلال عمل أطوري ومسؤولي الحزب داخل جميع المؤسسات، لكن لازلنا نطمح للمزيد وللأفضل، وهذا يتماشى مع شعار الحزب تستاهل الأحسن. وفي أرض الواقع يظهر للعيان العمل الجاد للحكومة في سبيل تحسين ظروف عيش المواطن من خلال مجموعة من البرامج والمراصيد كإصلاح منظومة التربية والتكوين، برنامج فرصة، برنامج أوراش، الحماية الاجتماعية وغيرها. شكرا. أختم بصفتي من ساكنة جماعة القلة التي تضررت بالحرائق الأخيرة، لا يفوتني شكر أطر الفريق التجمعي للزيارة الميدانية التي قام بها للوقوف على حجم الأضرار ومعاناة المنكوبين وإيصالها لقبة البرلمان ومركز القرار. كما أنوه بالزيارة التي قام بها وزير الفلاحة ورئيس الجهة التي توجت بالدعم المخصص كما في علم الجميع. شكرا للجميع.